طب دلوقتي انا عايز اعمل ريكونستراكشن بقى للاوريجينال سيجنال بتاعتي زي ما انا كنت انا بتكلم في الوقت بتاع الجزء بتاع السامبلينج نفسه بيحصل فيه ايه. بيسكلي دي السيجنال الاصليه بتاعتي السبيكترم بتاعها شكله عامل كده. اوكي بعد ما حصل لها سامبلينج بقت بيريوديك فيرجن او يعني فيها يعني ريبيتيشنز من نفس المثلث ده بقت موجوده بعد كده ماس انفينيتي انفينيتي. لو انا عملت كوريكت سامبلينج معنى كده ان كل مثلث من دول هيبقى يونيك هيبقى لوحده خالص بعيد عن كل المثلثات التانية. فلو انا جيت دلوقتي فرضا حطيت لو باس فلتر شكله كده اوكي زيرو اذروايز كويس ايه اللي هيحصل؟ هيشل كل الريبيتيشنز بتاعت السيجنال بتاعتي ويقدر يريكفر السيجنال الاصليه بتاعتي من غير اي ديستورشن خالص. فالفلتر دوت بكل بساطه لو احنا عارفين السامبلنج بيريود بتاعتنا بتساوي كام بنحط الفلتر دوت بيسكلي يبقى الفريكوانسي باند ويث بتاعه هو نفسه السامبلنج بيريود بتاعتي او سامبلنج فريكوانسي بتاعتي وكل واحده من النقط دي عباره عن السامبلنج فريكوانسي بتاعتي على 2 ودي ماينس السامبلنج فريكوانسي بتاعتي على 2 وبالشكل ده بقدر ريكفر تماما الاوريجينال سيجنال بتاعتي بتساوي كام. فهنا لو انا عملت يعني كوريكت سامبلنج للسيجنال بتاعتي بقدر دايما اريكفر. ولو انا عملت انكوريكت سامبلنج هيبقى في عندي هنا الياس والالياس اللي موجود هنا ده هيخلي لي الجزء اللي موجود عندي within الفلتر رينج دوت هيبقى متداخل معاه مثلث ثاني. فوانس ان في حاجه تداخلت مع الشكل الاصلي ده مش ممكن ارجعه زي ما كان. اوكي فالشرط بتاعنا ان احنا نقدر ريكونستراكت السيجنال بتاعتنا هو انها تكون properly sampled اوكي بفريكوانسي اعلى من نايكوست اوكي والريكونستراكشن في منتهى البساطه ان انا بعمل باند باس فلترنج للايه للديجيتال سيجنال بتاعتي او ديسكريت سيجنال بتاعتي ومنها على طول اقدر ريكفر الباند ويث او السيجنال الاصليه بتاعتي اللي كانت موجوده قبل السامبلنج.